القسم الأخير خاتمة هذا المتن المبارك. حامد إن سونغ كتاب نم ألشيند شو شو كتاب نم إند آخرة. لابد أن نكفر بجميع معبد من دون الله. بارلق الله تعالى ده ببدت قطرا إلى حلردان إند بس شمسك كيرو قاهر وتيش بس. لا نعبد الأصنام ولا الأحجار. بس برنني تشلرغا ده برنني سنرغا ده تابنرغا تيش تقول بس. ولا نطيع العلماء ولا الأمراء في معصية الله. هم برني عالم نرغا ده باتشالرغا ده جناحلش لردين ده إتاعت ترغا تيش تقول بس. لأن رأس الطواغيت هو إبليس. هم شو شو تاغوتنن إن إن استن باشسي هو إبليس. نعوذ بالله منه. هم الله تعالى ده إن ساقلو سريب زمنا. لا يمكن أن نرضى أن نعبد من دون الله. هم بين بس الله تام باشقا عبادة قاتل نرسلنا ريزا بلاني بس. ولا يمكن لأحد أن يدعو الناس إلى عبادة نفسه. هم بين برك الشجاعة وزنا عبادة قلر غشافر غيرامي. نحكم شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. هم بزين ده بيا مرسل صلى الله عليه وسلم شريعة ولا حكم شعرة تيش بس. لا ندعي علم الغيب. هم بين ده بس شاقر مي بس يشر غيل يشر غيل مجدا. لا ندعي النبوة ولا الرسالة. هم بين ده شلايف شاقر مي بس بس بيغمبر بس عند رسول ده. يجب أن نهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. حامد استبدى بروش بلطرة إسلام دولتنا كشنر. والله أعلم وصلى الله على نبي محمد وآله وصحبه وسلم. هم الله بمشركتر الله سبحانه وتعالى برشا مقتولر هم بيعمر سلسلنا برشا عنده صلوات شريفنا.